مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا في برنامج عبد اللي شو تايم. ما زالت عنا سياره اخرى للربح في برنامج عبد اللي شو تايم. ما عليكم كان تبعثوا حرف ا للرقم 85899 قد ما تبعث اكثر اس ام اس قد ما تكون حظوظكم وافره في الربح. سياره عبد اللي شو تايم باش تبدا من اليوم طبعا البعثين لي اس ام اس من الموسم هذايا الى الموسم القادم وقت اللي يرجع صديقنا لطفي العبد اللي. الليله باش نستضيف لكم فنان بأتم معنى الكلمة، واحد من الأسماء اللي طبعت طبعا اسمها من ذهب في تاريخ الفن الشعبي التونسي. طبعا أنا نعرفه وديما تقييمي ليه تقييم خاطئ من الأول سانسيرمون، وكانت عندي معاه حادثة تقريبا سنة 1997 وباش نذكروا بها. أنا ظلمت وقتها سي فري، ظلمت في تقييمي ليه وما عديتوش في التلفزة، وكان خطأ مني ونعترف بالخطأ ذي بعد 25 سنة جدي بيان، لأنه يمتلك من الموهبة ويمتلك من القدرة على الغناء ويمتلك من القدرة في أنه يصنع لنفسه اسم كبير في مجال الفن الشعبي التونسي. عربوش إذن سيداتي أنساتي سادتي حضرات السادة الفاضل، مساء لقونا بكم يتواصل لنستقبل معا بكل حب صرحا شامخا ونجما راقيا من نجوم الأغنية الشعبية التونسية، افتكى مكانه في الساحة الفنية بامتياز مع مرتبة الشرف ونحت مسيرة فنية ذهبية امتدت منذ أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا. إلينا وليكم فهد الأغنية الشعبية التونسية والصوت الهمام النجم الشعبي التمام، بالفعل مش بالكلام، معنا ومعاكو هشام سلام. وش الحمام منور يا هش اهو. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل، لا 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 يا ليلي يا عيني يا ليل، لا 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 يا حنين. جون ويا وليالي لريت لريت فيهم نوم ولا نغاز الحل توجي العود وحالي وبتجي ببال فوق الراس يا ويلي أنا ضيعت عمري وضيعت مالي وفلي صحتي في شرب الكاس ما انا معن ما انا معن يا من امان يا من لا 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 Oh
نجوم الليل الضوايا عندي معاك الف حكاية وكلامي طويل وكلامي طويل وزيني وخليك معايا ما تغيبش وضوي في سمايا لليوف الليل ليوف الليل من المدة في قربك راغب يا نجوم الليل يا نجوم الليل وقليبي ذبلان وشاحم يا نجوم الليل يا نجوم الليل لو ترضي ولي لي صاحب لو ترضي ولي لي صاحب وش في الغليل يا نجوم الليل يا نجوم الليل الضوايا ما عندي معاك الف حكاية وكلامي طويل وكلامي طويل وسيني خليك معايا وحجر الدار وحجرني الدار هاي مخليني وحجرني يا نجوم الليل يا نجوم الليل والعشرة ساقة والكرني يا نجوم الليل يا نجوم الليل يا وجفاني وقلب رجبرني جفاني وقلب رجبرني وذوقني لوي يا نجوم الليل 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 يا نجوم الليل ما عندي معاك الف حكاية وكلامي طويل وكلامي طويل وزيني وخليك معايا ما تغيبش وضوي في سمايا لنوف الليل الليل صافي لا يختار يوم ولا يجافي وحبيبي يكون حبيبي يكون بدل لي وعشيك خلافي ما حسبته بلعبي كافي يقدر ويخون يقدر ويخون يا خسارة بعود وخان يا نجوم الليل يا نجوم الليل اتذكر وانسى حب زمان يا نجوم الليل يا نجوم خريت عديد لمن في بالي خليل يا نجوم الليل الليل يا نجوم الليل الضوايا انا عندي معاك الف حكاية وكلامي طويل وكلامي طويل خزيني خليك معايا ما تغيبش وضوي بسمايا لنيوف الليل بابور عمري راح رحلو شهر شاب الغريق والموسى رحبيك
هب الدرياح قوية نفخت فوق شراعه زاد الزمان والدهر بدع بيه والدهر بدع بيه زين العمر مثل المنام ضاعوا عز الشباب ما ريت فرحة فيه وحكم بالوقت ودس فيا وجاعوا وكثر غلبي وسبب جرحي والدمع اللي نبكي حلو شحني قلاعو شب الغريق والموس سرح بيك والموس سرح بيك يا جلجل يا قدير ايوة جلجل يا بابا انا فهمي يا بابا واحنا منتصر الايام بيا غرق حرد وطار نعاسي زادت همومي وكثرت الواسي والعمر ذبل ربيعه والشيبة غبى راسي شفت شقاك والمر باللي فيك والمر باللي فيك طال الصغر والعقيل ما نامتش من حر ناري والقاسي فيه الايام شدت فيا وما رحمتش وراح صغري وفنا عمري دعوشنا انت علي اي 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 بابورا عمري را بابورا عمري را يا با يا با يا با يا با اوف يا قلبي يا با يا با يا با يا 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 با نعشق ديك زينة مع قمرة وما قشبوني الاثنين نعشق ديك زينة مع قمرة وما قشبوني الاثنين وزيد اخبز غزل يا سمرة زيد اخبز غزل يا سمرة وناديت قلبي شاطري وناديت قلبي شاطري غزل مع قمرة وما عشقوني لدني زيد اخبز غزل يا سمرة ناديت قلبي شاطري وناديت قلبي شاطري يا غريبة زماني هالرجل ما راه تعيا
يا غريب تسمعني على مرض وعيني وشوفوا عشانك وخليني وشوفوا عشانك وخليني غسل والذنب في العين غسل والذنب في العين زي احمس غزال يا ونهدي تاجنا قلبي شدري عجبوني الاثنين زيد احمس غزل يا سمرة ناديتا قلبي شاطرين وناديتا قلبي شاطرين والله جي حبيتو هالراجل عمري ما ريتو والله جي حبيتو هالراجل عمري ما ريتو يعذبني على خاطر جيتو عذبني على خاطر جيتو مسالش نصبر يا زين مسالش نصبر يا زين زين احمس غزال يا وناديت قلبي شاطري يا ونعشك زين لمع قمرة وهما عشقوني الاثنين وزيد احمس غزل يا سمرة ناديت قلبي شاطري وناديت قلبي شاطري تحية كبيرة للفنان هشام سلام مرحبا بك هشام هش صباح اخويا شحوالك الحمد لله مرحبا بك هشام سلام يعطيك الصحة عيشك تبارك الله عيشك تبارك الله قل لي هشام انت جيت في بيريود جو دي بيان في فترة من الفترات اللي في طنبك الفنانين الشعبيين والمزود طنبك المزود احلى الفيلم اللي اقمر اي طنبك نقولوها طنبك المزود فوزي بن قمرة نجاحات كبيره سمير لوسيف نجاحات كبيره وكذا فاطمه ابو سعف فن الشعبي مسابقين وقتها شويه نور الدين وحبوبه وصالح حمد الروج جيت بين جيلي ولقيت بلاصه مخضرم مخضرم فوالا اكزاكتومون والله انا اتذكر 25 سنه التالي معناتها معقول برشا كانهم توا هو الدومين هذايا اخويا علاء ما جيتوش من عدم فما يقول لك ولده وفما ربيبه جيبك جابني انا صح انا ولد انا وقت تولدت يعني قدام عيني المزود والطاره والبندير والدبوكة حي شعبي اللي هو حي باب السويق فوالا في باب السويق هذه الحي هذا اسمه التبانين نجم باب سعدون كان يعني يمين ويسار حوانت بيعه البنادر والدراب وكل زي البنادر والدراب يعني تصور انا حليت عندي في الجو هذاك في الجو هذاك وفي الحركيه ذيك انت دونك من بيئه فيها الفن وجو المزود اي بتبيعها كنت تتوقع روحك انك تلقى بلاصه وتلقى مكان وقتها هو صح قبل ما نغني صح كنت عزف ايقاع عزف ايقاع عزف ايقاع زاد كنت بروفيسيونيل محترف بعد جيت الفكره بتاع ماك تعرف اللي يعرف يعزف هذه مهمه برك يعرف يغني يعرف يغني يعرف يوزن راه اوتوماتيكمون انا راهو الغناء راهو قاعد في ايقاع فمو عن طريق ذبذبات صوتيه اكزاكتوم وشتيح بيدو فهو ساعة إيقاع كيف تنجل تكون تشتح ونغمة في جهة أول غنية عملتها وقتها شنية أول غنية عملتها علاش يا بنت الناس
ما مشيتش ما تسمعتش برشا ما مشيتش هكذا الخضم اللي حكيت عليه انت في الخضم ما شاء الله لكن في وقتها طلعت بطلعه جات لله البيا الدنيا جات لله البيا اما بعد لله البيا جات ينجوم الليل الضوئي اللي لله البيا هي ينجوم الليل الضوئي هي ينجوم الليل الضوئي دللتها معناتها اي معناتها هي الاغنيه اللي قدمتك للناس ينجوم الليل الضوئي بيدها فيها سر بربي حبيت نوجه تحيه لمولاها اخويا الملحن والشاعر منظر الجريدي منظر اللي كانت مسيره كبيره معاه اي منظر الاغنيه هذيك هي حتى في الـ في الـ في التيت دي كاسيت ما كانش سي دي طيب كانت كاسيت كانت ثالثه عليه كانت ثالثه وخرج 97 مش حتى خدت سكسي الكبير تتذكر وقتها لي بوكس عمل فين في لافينو شارع شارع الحبيب بورقيبه ولي بوكس في باب الزيره ولي بوكس في ساحه برشلونه تتعدى ليميسيون وقت نجيب الخطاب ولا عند حتى بن عمر فماش لوفي غدوه تلقاها فماش لوفي وقتها كوارجي تلعب نجم تلعب وقتها نجحت نجاح نجحت وندور حتى وقتها في وسط البلاد ونشوف الحوانت الكل عن طريق يعرفوه الغنيه يقول الغنيه ما احلاها وين مولاها وين جاتني الحصه الاولى مدام فاضلة أختي هلا ركبي مدام هلا ركبي حس شفت الحد اللي توحشني برشا قلها ربي فضلك مدام اللي كنت سبب في هي السبب في نجاح الأغنية ديكا وفي تعريف الناس بهشام سلام أول مرة وقتها تظهر في التلفزة ولا أول مرة أول عام 99 وقتها راو جون هكا بقوس يلبس مليح استنى ويتكلم بالقدا غريب غريب جدا غريب شوية على جو المزود الآخر تفهم فيها كأنك أنت يعني واحد بابيون دنيو حافظ السنفوني كل شيء قام عمل نور بوخ ونجحت نجاح ساحر نجحت نجاح إيه؟ كبير لكن بعدها هشام حسيت كأنه قعدت عقدة يا نجوم الليل الضوئي مش عقدة هي ذيك ما كانش فما سكسي أكبر منها الغناء ذيك الغناء ذيك هي اللي عرفت الناس هشام سلام ما كنتش أنا باهي هاني قلت حتى علي خويا حتى التركيبة بتاع خروجها وكل شيء ماهيش عادية قلت نحن خدمنا عليها جاري وعملت سبوت هكا تعمل يا جاري في التلفزيون مش على الغناية هذيك باش تفهم اللي هي غير طبيعية حتى في نجاحها بعدها صار السكسي فو متفهمي بعد جات بابور عمي راح مش كيما ينجو من الليل مش كيما باقينا شنيش قلت إذا مش كيما نحافظ على النمط هذاك أنت شديت في المزود الزمني القديم زمني. أنا الزمني معناتها قديم شوف من ضربة البندير أنا ومن ضربة أنا حتى العازفين يفرزهم الريتم وحتى طريقة الغناء وأسلوب الغناء الهنك القديم فوالا شوف أنا حبيت نوجه تحية للفرقة العزيزة هذيا بقيادة عازف البندير جلال الشواشي جلال بارك الله عليه عازف يعني مرموق ومعروف خويا فاهم من عازفين الباهيين منصر فعلا يعطي صحة بارك الله زمان الدراب كحلو برشا يعني الناس هذوما في دمهم تحية لأولادنا زاد فرقة العوادنا فرقة العوادنا تحية كبيرة زاد هما هذوما الإيقاع في دمهم ويعرفوني أنا كي نغني الإيقاع في دم إيقاع في دم يحسوا بي ونحس بهم المزود الزمني قلت لك أنا اللوم على برشا زملاء جاو في عدة حصص لا الحصر مش مكونش يعني يقول لك توا أنت مزاودي أو مغني مزود تغني فولكلور الاخر عواج الاخر سلامجي الاخر منجد تجيني هنا تقول لي راه والله عملت غنايه مش نقول لك جددت انا وخليته يعمل على مستوى الكلام جددت اي جد انت اقول لك حتى الكلام جددت يجي يقول لك على العزف في بلاصته يقول لك راه عمل الجمله ورجع يخي هو مستدعي باش يعمل طلة وهو يزمو يخول احنا نقولوا الريسك الكل على خاطر الغنايه مزود فلان مولاه يغني مزود تظلمت هشام اعلاميا جديد والله كان نقول لك بالله الكريم سيلي. انا شوف بالله الكريم انا انا نعرفك عاقل شوف نعرفك عاقل وساعات يفهموك بالغلط انا بيرسونيل مو فهمتك بالغلط ونقولها قلتها في المقدمه بالعكس عام 96 كانت عندي وقتها برنامج مباشر 6 سوايع على قناه 21 ساحه صفاء حكيت انا وياك انت ما زلت في بدايتك اي حكيت علاش انا وقتها ما زلت صغير ما زلت في البدايه جبت الهدي حبوبه وفوزي بن قمره وسمير لصيف وصابر الرباعي الكبارات نتاع الفن وما كانش عندي اطلاع رغم اللي كانت عندي وقتها برنامج اسمه الخطوه الاولى نتاع مواهب ما قنعتنيش وقتها ونبزتك سانسيرمون لا 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 ما هو الضربه نبزتك وكان تقييمي غلط فيك ماهوش مشكل الضربه اللي توجعك مش نقول ما كانتش نيتي خايبه ما عجبتنيش وقتها في الفاسون تاع الكلام وانت وقتها مازلت في البدايات نتذكر وقتها انا بيدي هكا راهو وقتها كيني انا طفيتك ونعتذر لك اليوم لانه تقييمي كان خاطئ ما يسالش تقييمك انت صحيح قلت لي تو تعرفني انا شكون قلت لي وكلامك صحيح خاطر قلت لك المثابره ولد دوما هذايا وما حسش في نفسي بالله الكريم لا
انت ما شاء الله انا غلطت وقتها اي وانت تو انا تو هاني بالتاكيد تو احذا ونقول تعرف علاش قلت قدام الناس هذا باش نعطيك حق وانا بيدي نعطيك حقك جوسيفير اني انا قدام منشط قديم لا ربي تستر ربي تستر يعني شوف نحن تو تلاقينا اما انت ما قبلتنيش بالبقلاوه والدنيا باش سكتني وترضيني ما رضيتنيش يصير انا كنت من الناس اللي ظلموك في وقت من الاوقات اي فما اعلاميين اخرين الكل ظلم برشا ظلموك ويتكلموا ويتكلموا بالله الكريم شوف هاني قلت لك من فتره الى ركبي خويا لطفي البحر نوجه له تحيه لطفي خويا حاتم بن عماره يسر الصحراوي انا ممكن في وقت ما خذيت شوكه صوت كبير على زملائي في المزود اعلاميين اي باش ما نكونش طماع اي لكن بعد تظلمت صارت شويه الثوره زي. تظلمت صارت الثوره وحسيت بيه الظلم لكن قعدت نتفرج خاطر نعرف شو عندي كاباسيتي ونعرف شبيك ضايع انت هشام علاش ضايع المده هذه مش مكش مو هو شو يا باتشوك يعني ما فهمش الغنيه اللي تعمل شوك سي هشام تستحق اكثر معقول وصوتك تبارك الله من الاصوات اللي لا يشق معناتها لا ما منتقشوش فيها هو والله حتى مش يكلمه هو كلامك صحيح وشو باش مديما حتى حد ما يهرب الحق وزيحه واحد ما يهربش من اللي يزمه يتقال اي بيان سور باش يقال فما حق وفما يزمه يتقال شوف راهو كي تعمل انتاج تعمله كيما نحن بنت الاكابر الجديده اي ولا يا رب السماء القدره حطهم فنيه واسمحهم ما تصورش انا باش نرقد ونقوم باش نخرج حاجه كاتاستروف لا بتفهمين انا قاعد نحكي معك بصدق راني نشوف عندي ميزه مانيش شكاي انا قلت لك والصحفيين دلوني بما فيهم أيه انت والخطا نتاعك عملته معايا انا وين توا ما نشكاش قول علاش خاطر انا ولد الصنعاديه ما فهمش علاش او نحن نقولوا ملفق لا 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 جو سوي لا بكل ثبات وبكل تواضع ظهرت الراب مش قتلت شويه المزود في الاحياء الشعبيه الراب تقول لك حسيتكم الفن الشعبي ضاع شويه وكانه دايره التقبل عند الناس اللي جون تقلبت الدنيا شويه فما تغيير صار عنده 10 سنين هو شوف اخويا عليه صحيح كلام تصديق لي قولك هو شوف انا غالب فما اغنيه بديله وكل زمان اغنيته صارت الثوره لقاو فما كلام قاعد يتقال في الراب اللي فيه برشا بهيم ومبدعين قاعدين يسمعوا فيه من الناس صافينا شحيه وفيه اللي برشا زاد كلام دينا بورتوكوا وفيه كلام موسيقى دينا بورتوكوا باش مش ما خلطوش الامور كيما فما في المزود زاد اي المزود ما كان كلام مكتر سوقي انا من فضل الله وللتاريخ الجمولي للذوايا يعني انا يعني على ما تعدى على 10 ans في الراديو كنت باريس تتعدى الاغنيه هذه تتعدى الاغنيه هذه وشنية اجمعوا الناس على قيمه اللحن ورقي الكلمات اي رقي الكلام فما نقله من غادي بدينا وفي اذنانا غنايتي كل مضامين اجتماعيه أي. وفما غناء نتاع جواب هو الراب كما قلت لك صارت الثوره القاء التونسي ديما يخزي المزود هذاك يعمل لي جو اما او تعبير اللي في كياني الداخل او قاعد يقول لي في رابور الموسيقى جديده الجو جديد مشي مع نحن نقول الوقت وبداو هما بداو في نوع وتوا بداو يطوروا في روحهم حتى الاصوات ولات تغني والمواضيع ولات خير جات النوبه اللي انا شاركت فيها مشكور على ذلك خويا عبد الحميد بوشناق وفرحت برشا عملت نوع نفض من الغبار واضح على التسعينات اللي كانت فيها المجد والصحوه بتاع المزود واضح ما خممتش تعمل ديو مع رابور باش على الاقل ها خاطر توا الراب ولا يلتجي شويه للمزود كما حط بطبيعه الحال علاش لا انت كفنان بتاع كفنان فنان شعبي من الافكار تراودني تعمل ديو وعلاش لا مع رابور اللي ينجم يظهر الخدمه ويقدمها ويصير الميلونج على خويا انت تعرف سيدي عارفين ويوصلك زاد الجمهور الجديد معقول اللي انا في حاجه ليه اللي انت في حاجه وهذا هو الفن الذكي وينك على الريزو سوسيو اللي يضرب شوف اللي ريزو سوسيو شوف انا اش بك غايب كنت انا غنيتي نهبط فيهم يعني مع خويا منذر جديدي في الباج يعني غيت مشى والحاجة عادية بما أن نحن هو إيه بما أن نحن هو مولى الغناية وزميل كلا مش مشكلة منظر مولى الغناية بقى شنية كتب ولا لحن مش هذه القضية أنا نحكي على هشام سلام كاسم معقول نعم المفروض تكون عندك شان يوتيوب لا موجودة كبيرة موجودة فيها ملايين المفروض أغانيك موجودة غايب ما تبعتهاش ماكش إيه توفيت الوالدة وعندها 6 أشهر إي مشيت لفرنسا قعدت 6 أشهر ما فهموش يتابع ماك تعرف الكوم تتبع تو انطلقنا شوية في الكوم انطلقنا تو بحول إن شاء الله في يعني احنا نقولوا تيرا جديد اللي هو تيرا كوم خاطر تبارك الله في 25 سنه 15 البوم يا هشام 15 قداش من غنيه واش كل البوم فيه 10 و 8 10 معناتها مش شويه معناتها يعني الحمد لله يعني نجوم الليل الضوئيه كانت من الاوائل اللي طلعت على الزينيت وقت عملوا سوبر صور تونيزي 2005 أي. عملنا وقتها حفل اللي لبرا اكثر من اللي داخل الكوم حاجه ضروريه وان شاء الله بيحاولوها قيد بالغنيه الجديده
وبالغنية ان شاء الله باش نعملوها مع الرابور اللي ان شاء الله شكون باش يكتب شكون. مستعد تدفع فلوس اليوم الرابور ستار باش تعمل معاها اغنيه معاها؟ ما نتصورش ما فماش علاش. معمول بيه راه والله معمول بيه، فهم برشا فنانين. لا 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 ينجم يكون قد يكون. شوف انا مانيش باش نفرض على الناس او نفرض علي انا نعمل فيه. انت تو بو باي ما تنجم تدفع. ما نجمش. عنده اسم، عندي اسم، عنده كارير، تفضل نعملوا حاجه حلوه شيخ الناس. خممت فيها؟ ان شاء الله. مع شكون؟ خممت فيها برشا اسماء. شكون اللي قريب؟ شكون اللي برشا؟ شكون اللي قريب لك؟ سمارة. سمارة. والنورد. والنورد. يغنيو. 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 كتقول له كردي يعمل في الكردي، يعمل في الصباح. فوالا. يعمل في الحياة. يعمل في الموسيقى. صافي باش نلقاو احنا الزوز نغنيو باش نخرجوا غنيه حلوه. بيان سور. باش نسمي لكم مجموعه من الزملاء الفنانين، زملاء الفنانين الشعبيين. مش راهو تقييم قيمي. لا 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 فقط. انا نقول لك انا حاجه. شو الحاجه اللي تاخوها الباهيه من عندك؟ شتاخو من عند اللي حبوبه؟ المثابرة والتجربة. الهادي حبوبة المثابرة والتجربة. ولو هما اللي قلت لك بين قوسين راهو ما خليتنيش نكمل لك. بعد احترامي لهم ديما يتجاوزوني ما يجبدونيش. وانا ديما حبوبة ما جبدكش؟ حجبدني. ايش جبدك حبوبة؟ حبيبي وخويا وخويا الكبير. شكون اللي ما جبدكش؟ ما لا شكون اللي ما جبدكش؟ نو نو لا شوف. هنا مش تقييم هنا. ماهوش تقييم. قول عليه ما نحبش انا بروباغوند. هما يعرفوا روحهم كي يتفرجوا. انا راني قبل ما نكون نغني انا قديم في الصنعة. ولدها كان جبدني ما زادني، كان ما جبدنيش ما زادنيش. بتتر زاد جات في بريود نسيت العباد فيك زاد هي شيء. عدت مرات. شوف اسمعني توا انا نسميك عدت مرات الف مرات يا شخص يا مغني يا اخي. انت مره الاولى دايخ ومره الثانيه ماكش واعيك، مره الثالثه جاك سهو، مره الرابعه زهايمر، ومره خامسه. صالح فرزيت اشتخوا منه. صالح فرزيت الصبر. 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 اك شوف يعني بعد سنين ما تقول لك لو كتبني بنيه صحيحه تسكن فيها. بعد ما تعاوش طيحها راه جيست تليقها بركه وترممها. الفنان نور الدين الكحلاوي اشتاخوا منه؟ نور الدين اذكى في الاغاني. الصوت زاد. الصوت مش عادي. اذكى في الاغاني الصوت ولا الصوت اللي متميز به. والخانات. واختيار الاغاني اللي هي يعني اظهر له امكانيات الصوتيه بما انه هو اللي لحن. اي. سمير لصيف. سمير لصيف. والله مش اقول لك انا بيدي سمير لصيف او سمير لصيف. شوف والله باش تقول له سمير لصيف. والله شوف باش نقول لك انا نكون واقع راني قد انا ما كان حل قلب ولا سمير حل قلبي انا راني عازف قديم. حسيت عندك موقف. لا مش لا مغني انا مغني راني سمير صوتي راه برا راني انا بيدي كما يقولوا راني راني سمير صوت راني عجيب. انا ولدها الصنع عليهم الكل. انا اقول لك امان انا ولدها الصنع يا ولدي. لا ولدها تنضربك انا عامل على طاس عامل خمس سنين انا تو تعطيني مندير تو نغني لك خوسه نغني ما يعملوهمش هذو المطربين تو ما يغنيهمش. نعطيه يقول عمل نوبيه على العايم ما يغنيهاش. اعمل من سبع عقلي بندير ما يغنيهاش. فاش ناخذ منه؟ ما عندي من ناخذ. انا ولدها. موقف سمير. مش موقف. مثال السيد منهم هذاك يسمي عده ناس و و يسمي لازم يكون فما سياق باش يسميك. فما في كل سياق في ألف سياق. شوف اني قلت انا قال مثلا هشام سلام وما ذكرش. الهادي حبوا الهادي حبوا في اول سياق قال هشام. وانا شرفني جوسي فير. بالك نسى سمير مش من عادتي. عام 12 هو مش نقول لك قلت لك عندك مشكله معاه؟ ما عندي حتى مشكله. هاو قلت لك من قلبي توا تبقى شنو توا انت قلت لي سالتني ما مش نحط احنا قال نحطوا انه قطع الحروف ونمشيو لبيت الداء. انا توا نحن نقولوا انا الصنعه دي نعرف فيها الدنيا كله ما زلت نتعلم. انا قلت لك صافي انا بيدي عندي اشياء ممكن هو بيدو او شكون يتعلمها علي زاد. بلغك موقفه منك سمير؟ قطع ما بلغ حد شيء. انا نعرف ما تعرفتوش ما تنبهتوش حتى طرف من عارك حتى طرف اخوي كان نقعد نسلم عليه. هذا ملاحظه فنيه بحته واضح. لطفي جرمان ما تقلقش نفسانيا. لطفي خويا وتحومتي وعشنا مع بعضنا. لطفي جرمان التكامل في الدومين. فوزي بن قمر. فوزي بن قمر الشو عبد الرزاق قليه الله يرحمه. عازف ممتاز وغنى مواضيع ممتازه اللي هي تمس ذات مضمون اجتماعي. كي نحكيو على ربي يرحمه ونعمه وربي يرحمه ويرحمه 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 زاده وصابر العازف وصناع الكل وعبد الكريم الفيتوري والكل ربي يرحمه ونعمه. ثم فنان اخر مختلف كومبليتمون ودخل للوتري بالفعل ميوزيكالمون يعجبني برشا وليد التونسي. اخزر لي. شوف وليد التونسي كما قلت انت ممكن الفيراج اللي عامله في الوتري انت جبت كلمه قبيله. حلوه برشا. وهي لا ياسر اللي هي انت شكون تسمع قلت قبيله ربوخ. اي فما ربوخ وفما غناء على ما تلزدوا برشا بالتوزيع صار فيه فيراج ولا معش ربوخ ولا شبه
موسيقى مستشرقة بزود مستشرقة أي. مصطفى الدلاجي مصطفى ضامر دلول وبين قوسين راه مصطفى راهو خويا وعزيزي والحق عمري ما تاني منه شيء هو اللي عطاني غناية تصنيع ممتازة من أعلى تراث شنو هي الغناية؟ هي عيب يا الإنسان عيب يا الإنسان شنو منه مصطفى إن شاء الله باش تعاودها بين قوسين إكسكلوزيف باش تعاودها نصورها كليب إن شاء الله إن شاء الله شنو منه مصطفى الدلاجي؟ والله باش نقول لك مصطفى الدلاجي ياخذ منه في الزمان هذايا اي اللي طلبوا الوقت هذايا بيان سور كرون تريبلور اه يدريب المليح اي جمال الايمان في زمان باهي هشام شنو هي مشاريعك شنو عندك جديد؟ انا والله مشاريعي شناوي؟ مشاريعي ناوي انا يمشي علينا الكوفيد ان شاء الله وتفرد البلاد وتفرد علينا الغمه هذه تو امين تو تجي المشاريع وتجي الغناء نحضر في غناء جديد ان شاء الله وعملت غناية بنت الاكابر كلمات الحال منظر جديدي وان شاء الله باش نبداو بحول الله بعيب يا الانسان باش تصور كليب غنايه خاطر ذات مضمون اجتماعي تحكي على ما علينا حتى والديه في دار المسنين اي اللي هو منها غنايه معوضه ومنها نوعي والناس وتجربه وعبره عبره للناس وغني اخرى ان شاء الله بحول الله مع قدوم موسم الصيف وان شاء الله كما يقولوا فيها اللي جاي خير فما حفلات فما عرسات فما جديد ان شاء الله قاعدين مكبرين كلمة ختام عندك هشام العرض ان شاء الله اسمه عرض الجمل للضوايا اه جمل للضوايا نحب نقول لك بارك الله فيك اللي جيت كلو واجبي خويا وتقعد كرومسيو حتى في صوره ما صارت كا انا اليوم حذاك وفرحان واستقبلتني بكل ود كيف كيف نحب نسلم على خويا لطفي العبدلي اللي كان حذايا في الفضاء هذا شيخه وجو كبير اي ريتك معنا وي والشاده المتفرجين والتوانسه اللي عايشه في تونس واللي في الخارج ونقول لهم يجوا لتونس على تونس جميله وباهيه اكيد وان شاء الله المنع خير وان شاء الله تحيه تونس وربي يجعلني العمر عايشك هشام شرف كبير انك تكون موجود بحذانا في برنامج عبد اللي شو تايم صديقي انا حسيتك فرحان بيان سور انا بدي فرحان فرحان بيان سور فرحان بك انت زاد مهم برشا مهم برشا على خويا كلمه مهمه خلي مني منها كلمه وخليني نوصل بها ميساج ودي بسالش بسالش محلل الفنان كي يبدا يلقى منشط ارتيستو حاطه في اطاره وفي نطاقه صديق واحد واحد يساوي اثنين مهنتي مهنتي اساسا هي اللي قلته هذا انه نحطك في اطارك نكبر بيك ونقدمك للناس في ابهى ميرسي بوكو عليه اذا كان ما نعملش هدايا نغير المهنه بطبيعه الحال ميرسي بوكو عليه هكذا ناتي مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا العدد من برنامج عبد اللي شو تايم نتقابلوا ان شاء الله في الاسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس القناه نكملوا اغنيه النهايه مع صديقنا هشام سلام كلام الناس الكل جراح ولحد انا اسم الناس ارتاح كلام الناس الكل ألم هذا يشكر وهذا يذم والناس الكل في الهوى سوا نعرفت نضحك يماه يم ولا البكاء ممكن يكون هو الدواء أنا والله أنا من ناس قلب الكوى لا 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 يدو في ديك يترجى فيك وناك ما يعلم بيا كان ربي مولانا كان ربي مولانا ما هو بيديك
مش مني وكيع بالحنانك ما تكوني يا تعكر صفوة هنانا ولا عزي ولا لا دارت الفرق وجرت وخلت البيت خلت الذم وموحش وبقى غير البيت من غير اسمي بنفرت يا ماشي بكيت لا قالت عندي كيف دا عمري مريت وحملتي خصام جا لا 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 وعليتي مقام جا لا 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 كبرتي بشان جا وتوصل تحضن جا ذمك يوم يا ذنانا يا ذنانا يدو في داي Hey!
علمني في الحين ملام ملام يا مولا وتفهم في الزين ملام ملام وعلمني في الحين ملام ملام ما تلقاش حنانك ما تلقاش حنانك ملام ملام وحلى طفله في الكون معايا انا وحلى طفله في الكون معايا انا دفا زيد خانة دفا زيد خانة مالا 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 وحلى تفلى في الكون عيالا وحلى تفلى في الكون عيالا صغيرة وتحفونا ومزيانة صغيرة وتحفونا ومزيانة وفي الحب ومش خيالة وفي الحب مش خيالة وفي الحب مش خيالة وفي الحب الحب مش خيالة. شكرا.